بنكمل مع بعض يا جماعة إن شاء الله الأسئلة. معانا سؤال 61 أو question 61. جايب لنا كده شاشتين صغيرين، واحدة من الكمبيوتر والتانية أكونتس، تمام؟ فبيقول لك إيه السؤال تحت بقى؟ بيقول لك ميك ذا أكونتس، يعني خلي الشاشة اللي اسمها أكونتس ديت ويندو أكتيف نشيطة، وزود مينيمايزنج بدون ما تصغر ذا ماي كمبيوتر ويندو، بدون ما تصغر الشاشة اللي هي للتانية، او بدون ما تيجي كده وتعمل ايه مرميز بالعلامه دي. خلاص سؤال يا جماعه سهل وبسيط جدا، ماشي؟ بتيجي تعمل كليك على اكونتس بس، ودي كده انت ايه نشطتها. السؤال بعد كده رقم 62 مديك كده ويندوز اكسبلور، وهو معلم على السي، ودي الحاجات اللي في السي. بيقول لك ايه؟ ارينج ذا فايلز ان ذا رايت هاند اكسبلور، رتب الملفات اللي في الرايت هاند اكسبلور اللي هي عليك اليمين ديت باي ذا ديت، رتبها حسب التاريخ زي وير كريتد او لاست موديفايد، التاريخ اللي هي اتنشأت فيه او اخر تعديل ايه حصل لها فيه. بص كده كان فيه في ويندوز 2000، لو انت عملت كليك يمين هتلاقي الرينج ايكونز باي وفي ديت، لا في اكس بي الوضع مختلف شويه. يعني مثلا وليكن السؤال كده شكله كالاتي، والسي كده اي مثلا فولدرات او لفات في السي، ماشي؟ انت عايز تعمل لها ارينج او ترتيب، بتيجي كده حتى فاضي تعمل كليك يمين وتقول له ارينج ايكونز باي، كان في 2000 ديت، لا في اكس بي بقى تلاقي ايه ديفولت. اه اوكي يا جماعه، يبقى ما عليك انك تعمل كليك يمين وتقول له ارينج ايكونز باي وتختار امر ايه موديفايد. السؤال اللي بعد كده رقم 63 بيقول لك ايه بقى؟ فتح لك كده برضو نفس الكلام ويندوز اكسبلور، ومنشط لك الفلوبي اللي هو الايه، بيقول لك دوبليكيت. دخلنا قبل كده كلمه اسمها موف اللي هي انقل، وقلنا موف يعني كات وبيست، دوبليكيت بقى يا جماعه يعني كوبي وبيست، يعني كرر. يعني في نسخه عندك اصل وفي نسخه ايه صوره، كرر او انسخ الملف اللي اسمه نوتس فايل فروم ذا فلوبي، ايه انسخه من الفلوبي درايف تو ديسكتوب لسطح المكتب. اهو هو اصلا متعلم على ايه اهوت، بتروح على الملف يا جماعه اللي هو اسمه نوتس اللي هو التاني ده، تيجي على كليك يمين تقول له كوبي، اوعى تقول كات، كوبي، وتعلم مع ديسكتوب من هنا كده، وفي حته فاضيه اقول له ايه، قول له بيست. وليكن مثلا نتخيل كده ان السؤال كالاتي، مثلا يا جماعه ده كده الفلوبي خلاص، عايز تنسخ الملف ده، فبتيجي عليه كليك يمين وتقول له ايه كوبي. عايز تنسخه فين؟ على ديسك توب، بتعلمه كده من هنا كده، وتيجي في حته فاضيه كليك يمين ماشي تقول له ايه بيست. اهو جه يبقى في نسخه هناك ونسخه ايه ونسخه هنا. اذا يا جماعه في فرق كبير جدا بين كلمه موف اللي هي كات وبيست، وبين كلمه دوبليكيت اللي هي كوبي ايه وبيست. بعد كده سؤال رقم 64 فاتح لنا كده رسالة البن، وبيقول لك ايه؟ وبيقول لك ريستور، يعني رجع ذا فايل الملف كولد بي تي كوش بي تي كاش اكس ال اس فروم ذا سايكل بن تو اتس اوريجينال لوكيشن، هترجع الفايل اسمه ده من ريسايكل بن تو اتس اوريجينال لوكيشن، يعني الى مكانه ايه الاصلي. جايب لك فايلين كده، وليكن مثلا يا جماعه هنتخيل مثلا الملف ده كده في ريسايكل بن، وعايز ارجعه لمكانه الاصلي، اهو ادنا في دلوقتي في ريسايكل بن وعايز اعمل له عمليه ريستور، باجي عليه كده كليك يمين واقول له ايه اختار ريستور، هتلاحظ ان هو اتشال هنا وراح فين، وراح مكان الاصل ايه تاني. بدي يا جماعه عمليه استرجاع ملفات حذفت ايه من قبل. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 65 مدينا كده ديسكتوب، بيقول لك ايه؟ وفي هنا صوره طبعه اهيت ماشي، وهنا مفتوح وورد ايه بقى، بيقول لك a document في وثيقه او ملف has been sent to print، راح ينطبع to the brother MF سي 9100 برينتر، في ملف راح او خد امر طباعه ينطبع بواسطه الطبعه اللي اسمها براذر ديت. بيقول لك اكسس ذا برنت مانجر، اوصل لمدير الطباعه سو يو كان فيو ذا بروجريس، عشان تتمكن انت تشوف ذا بروجريس تقدم اوف ذا برنت جوب، تقدم عمليه الطباعه، عايز تشوف عمليه الطباعه. يعني مثلا كده يا جماعه احنا دلوقتي وليكن مثلا هنا فاتحين الملف ده وقلت كده برنت طباعة خلاص، وقلت له برنت، هو عايزك بقى ايه
تشوف تقدم الطباعه ديت. فانت ما عليك انك بتيجي على ايه، بتيجي على ايقونه الطباعه اللي تحت كده في تاسك بار، وتيجي عليها دبل كليك كده يا جماعه. هو ده هو ده كده، ده اسمه كده البرنت مانجر، ده اسمه ايه البرنت مانجر، مدير الطباعه اللي بتمكنك بتشوف ايه تقدم او البروجريس بتاع ايه بتاع البرنتنج فور ذيس فايل. اوكي يا جماعه، بعد كده بيقول لك ايه بقى، كويشن رقم 63 جايب لك كده ملف هو بينطبع اسمه ماي فيرست دوكمنت، ماشي، وطبعا اسمه برضه براذر. بيقول لك ايه تحت كده، بيقول لك بوست برنتنج فور ذا كارنت برنتنج جوب، يعني اعمل توقف للطباعه للملف اللي بيطبع حاليا. اعمل ايه؟ بوست برنتنج، في قبل كده خدنا كانسل برنتنج يعني الغاء الطباعه، بنيجي على كليك يمين ونقول له كانسل. ده نفس يا جماعه نفس الحوار اللي فات، بس الامر بيختلف. بص كده، ادي الملف اهو، الملف ده بيطبع اهوت، بص الطباعه ديت اهو، ماشي، بتروح منين؟ بتيجي على البرنت مانجر هنا، تمام، دبل كليك اهو، تمام، هيك ادي يا جماعه ملف الطباعه، عايز اعمل بوست برنتنج، بتيجي على ملف كده وتيجي عليه كليك يمين وتختار اول امر اسمه ايه؟ بوست. بتلاقي الاستيتس بتاعته بوست، يعني ايه؟ يعني توقفت الطباعه بتاعته. لو عايز تعمل كانسل للي فوق بتيجي على اللي فوق كليك يمين تعمل كانسل، بس هو طلب منك ايه؟ تعمل بوست برنتنج، يعني توقف الايه؟ للطباعه. فانا بعد كده السؤال رقم 67 جايب لك كده ويندوز اكسبلور، وبيقول لك ارينج ذا فايل، ارينج ذا فايلز، رتب الملفات انسايد هاند اكسبلور ويندو باي ذا ديت. مستوى يا جماعه مكرر، رتب الملفات دي بالديت، قلنا طبعا هنا كليك يمين وارينج ايكونز باي، مفيش ديت في اكس بي، هتلاقي اوبشن تاني اسمه ايه؟ موديفايد، تختار. بعد كده الشهر رقم 68 جايب لك كده ديسكتوب، وبيقول لك يوز ذا سيميوليتد ديسكتوب، استخدم سطح مكتب المشابه ده تو تشينج ذا سكرين ريزوليوشن، تو تشينج ذا سكرين ريزوليوشن، عشان تغير من اعدادات الشاشه، ماشي، الى الرقم اللي هو 1024 باي 768 بكسل. تعال شوف كده اهو يا جماعه، بتيجي في حته فاضيه كده تعمل كليك يمين خلاص، وبتختار بروبرتيز خصائص، وبتختار التاب اللي اسمها سيتنجز اعدادات اهو. هو ده بقى يا جماعه اسمه سكرين ريزوليوشن، سكرين ريزوليوشن. هو لك اهو اتحرك على اليمين كده لحد ما توصل للرقم اللي هو قالك عليه اهو يا جماعه 1024 باي 768، بتقول له اوكي ماشي، عشان ايه؟ عشان تطبقه. بتلاحظ كده ان الحاجات صغرت خلاص، بتلاحظ ان الحاجات صغرت وكده، عايز تطبق قول له يس، مش عايز خلاص قول له، ترجع تاني ايه للحوار بتاعك. اتفقنا يا جماعه؟ خلاص، يبقى هنا بتعمل ايه؟ انت بس مجرد انك انت ايه بتعمل كليك يمين وبتختار بروبرتيز، وبتختار ايه، وبتظبط الشاشه زي ما انت ايه زي ما انت عايز. طيب بعد كده